حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق. ننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا لتظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، ومن خلال الرقم المخصص للواتساب لإرسال رسائلكم اللي راح نقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ من الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام، المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. إذ نقل مواطن من بغداد معاناة المراجعين في مجمع اللجان الطبية في منطقة البياع، وانتظار المراجعين لساعات طويلة في الشارع من أجل الموافقة على دخولهم للعرض على اللجان الطبية في مشهد يعكس سوء التنظيم والإدارة وعدم الاكتراث للمرضى. خلونا نشوف هذا المقطع اللي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا هذا مجمع اللجان الطبية بالبياع، باعوا. شوفوا المراجعين يجون للتسعة ونص للعشرة، يلا يجون حضرة جناد الموظفين اللي هم الأطباء بهذا المجمع، يتقاضون رواتب بالملايين. شوفوا الذلة، المراجعين ما يخلوهم يطبون لهذا المجمع، والمجمع يوسع له المليون شخص جوه آخر طراز هذا المجمع، يخلوهم بالشارع ويسيحون واحد واحد. تقول المجمع ما خلفهم، هو مجمع حكومي وهم موظفين. نكمل مع ملف القطاع الصحي مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع ثاني وإلى محافظة البصرة اللي اشتكى بها ناشط من تدهور الوضع الصحي في المحافظة، اللي ينذر بوقوع كوارث صحية بسبب فساد دائرة صحة البصرة ومحاربتها للناشطين اللي ينقلون معاناة المواطن ويكشفون الفساد المستشري داخل المؤسسات الصحية في محافظة البصرة. خلونا نشوف. طبعا قصتنا ويا دائرة صحة البصرة لن تنتهي حتى ينتهي مديرها العام. قبل سنتين من الآن وأنا محارب ما أدخل للمستشفيات الحكومية في محافظة البصرة، ومؤخرا صدر كتاب من مدير صحة البصرة يعمم كتاب إلى المنتسبين الحمايات ببان المستشفيات، طعم كتاب حسين ما يدخل بالاسم، والوثيقة موجودة وراح أعرضها بالفيديو. أنا أرد أسأل القانونيين، أرد أسأل المهنيين، هل يجوز مدير عام صحة البصرة يمنع مواطن من العلاج؟ أنا أرد أطب عالج يا أخي، ليش ما تخليني؟ مرتي مرة طبيت خابرت الأمن الوطني علي وشالوني، خذوني بكيسي، خذوني ذبوني بالسجن. وهسه أنت منزل بيان أو كتاب وتمنعني من الدخول، ما أعرف شو مسوي أنا. يا أخي إذا عندكم خلل عالجوا، لأن الناس اتدمرت. البصرة انترست مستشفيات أهلية وعيادات أهلية وصيدليات أهلية، أما المستشفيات الحكومية هي عبارة عن خريبة. وكو قاعات عندك موجودة بمستشفى التعليم صار لها سنوات ما تسويها، وعندك طابق بالأورام ما تسوي، وعندك مستشفى ابن غزوان كله كرفانات وكله سندويش وعلى ساعة يقب وتحترق العالم. عندك خلل عزيزي، أما تقدم استقالتك، أما تصلح ما أفسدته أو ما أفسدوه. أما إحنا ناس مستمرين، الهددت وقلت له أنا تاج راس البصرة، تسجيلك موجود، والقلت له الأمن الوطني بجيبي وأشيلك، وقلت له القضاء، يعني إحنا ما نريد ندخل بالتفاصيل. إن أعلنت المنازلة بالقضاء فعدنا الدلائل الكافية تدينكم. احنا مو صغار قبالك ولا قبال اكبر واحد، بس للاسف ما جاي يشوف تحركات تكشف ملفات الموجوده بصحه البصره، وما نعرف هذا الاصرار من رئيس وزراء على بقاء مدير عام صحه البصره شنو ما ندري. هل تطورت صحه البصره في زمن فلان؟ ما تطورت، بالعكس الى الخلف. تشلح سنك وانت تروح الدول الجوار، وبالتالي يصدر بيانات وكتب يمنعنا ويشهر بينا. هل احنا ناس منبوذين حتى انت وغيرك تمنعنا من دخول المستشفيات؟ نودي انا وديت ابوي، ما ادري سويتوا له، مات ابو حسن، ودى ابوه مات، حسام ودى امه ماتت، يعني ايش تردون تقتلونا؟ الله اكبر. طبعا شاهدتوا مشاهدينا الكرام اللي ذكر الناشط حسين الشحماني على مدير عام صحة البصرة عباس خلف التميمي، ذكر جزئيات كثيرة ممكن شتتت انتباهكم، ممكن
يعني تحتاج توضيح أكثر على اللي ذكره هذا الناشط على مدير عام صحة البصرة. مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول فيها تسجيل صوتي، هو مقطع لتسجيل صوتي لمدير صحة البصرة عباس خلف التميمي أثناء اتصال هاتفي مع أحد الناشطين. وصف نفسه مدير عام صحة البصرة بأنه تاج رأس الكل أثناء حديثه مع أحد الناشطين. وخلال الاتصال الهاتفي اللي طالبوا به الناشطين بالاستجابة للشكاوى بخصوص واقع صحة البصرة والمستشفيات المتدهورة داخل محافظة البصرة، وسجلوا له هذا الاتصال اللي راح تشوفوه وتسمعوه بعد لحظات، صدر تهديد واضح وصريح ومباشر من مدير عام صحة البصرة للناشط اللي تحدث معه على الهاتف مباشرة، وقال لمدير صحة البصرة وهدد بالاعتقال الفوري وصدور أمر أو مذكرة إلقاء قبض فورية ضد هذا الناشط اللي تحدث عن ملف الفساد داخل مديرية صحة البصرة. خلونا مشاهدينا الكرام نشوف ونسمع مدير عام صحة البصرة عباس خلف التميمي وهو يقول أنه هو تاج رأس الكل. خلونا نسمع. هذا مصر، أنا قلت أجرب كلهم، أنا تاج رأس الكل بالبصرة، أنا تاج رأس الكل بالبصرة، وسجلها يمك إذا تتجاوز على شخصي والقرآن والله العظيم من ذيلا اليوم والله أجيب عليك وتطبق. أنا ترى عباس التميمي. لا أنت دكتور عباس غلف التميمي مدير عام صحة البصرة. شدك وياك. كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي والله، كل شيء ما عندي. بس هاي الأمور ما جاي، هاي الأمور ما جاي يتابعونها دكتور. مركز الأورام ما تدري بيه طابق كامل متروك والناس قاضة سرة. طالات العمليات مال التعليمي ما بلغتك بيها كم مرة؟ أنت بلغتني على صار تعليم التعليمي. من كان دكتور من كان؟ مالتك تعليم مالتك قبل من كان هشام؟ نعم. ولد البصرة. يقعد تحكي بشخص هذا مصر. أنا قلت أجرب كلهم، أنا تاج رأس الكل بالبصرة. طيب ننتقل إلى مقطع ثاني لنفس الناشط اللي تكلم وتحدث بالاتصال مع مدير عام صحة البصرة. الناشط اللي تعرض للتهديد من قبل مدير صحة البصرة تحدث عن الاتصال اللي جرى بينه وبين مدير صحة البصرة عباس خلف التميمي، وبسبب الحديث المتداول من أهالي البصرة والناشطين عن الفساد في مديرية الصحة والمستشفيات داخل محافظة البصرة. خلونا نسمع ونشوف ما الذي قاله هذا الناشط. البعض يقول التسجيل مقطع او مقطع، احنا ناس مو بلا شرف، احنا من 2013 لغايه الان مستمرين برفع الظلم عن اهلنا وناسنا بالبصره، وانا مستعد لاي وسائل قانونيه في حال مفبرك او ضايف كلمه او شايل كلمه. التسجيل عندي هنا 8 دقائق وكسور، بالتالي ما ضفته كله باعتباره راح يصير ملل وكلامه ما مفهوم. وكان السيد مدير عام صحه البصره عصبي جدا ومتوتر بعد الفيديوهات اللي وضحناها لأهلنا وناسنا بالبصرة والجهات الرقابية ذات العلاقة مثل صالة العمليات، 3 صالات أوروبية متروكات من سنة 2019 ومكتملات بنسبة 98%، مثل مركز الأورام اللي بيطابقين الساعة 60 سرير 30 نساء و30 رجال، وعندنا كل سنة 12,000 إصابة سرطان. وين أحط الوادم والناس تنتظر وكاذا سرع على أسرة تتاخذ جرعة كيمياوي؟ وأستغرب مركز الأورام ألقى طابق متروك من 2011 لغاية الآن. هسه أنت بعد هذا المناشدات خابرتني وهددتني، بعد للتوضيح اتحدثت عن مصرف الدم باعتبارنا كعراقي نتبرع دم مجانا. استغرب تجينا قوائم يبيعون بطل الدم للمريض الراقد بالمستشفى الحكومي ب10,000، ويبيعون للمريض الراقد بالمستشفى الاهلي ب25 بطل الدم، وبالتالي هاي يسموها منافع اجتماعيه او نقل الدم داخل مصرف الدم. فهنا مدير عام صحه البصره توتر واتصل بي، واضطريت ان اطلع مكالمتي. يشهد الله صح المجالس امانات، ما انا ما اطلع التسجيل، بس الوضع خرج عن السيطره، ومدير عام بدل ما يعالج يخابرني يقول لي انا تاج راس البصره فوق ما احدنا ماتوا بالخطا الطبي، والد حسين ووالدي ووالد حسام ووالدتي، وقبل كم يوم زوجتي رادت تموت بخطا طبي. وهاي بس احنا، اذا رادت الناس تتحدث عن الاخطاء الطبيه حدث ولا حرج، بالتالي الناس خاف تطلع ملفات او اخطاء طبيه، والله تخاف. هسه انا وناشط وموجه ويصبني بتاج راسك واجيب الامن الوطني واسحلك، كانما الامن الوطني بجيبه، كانما يجيب القضاء بجيبه. هسه يا ننتقد من المدراء العامين صاحب قضاء بجيبي،
تخافون الحواشي غير الجيوش اللي جاي يهدون علينا وتتجاوز علينا وعلى كرامتنا بالتعاليق. خلوا خصم الشرف بعيد مدير عام، اما تصحح مسارك وتستعد لخدمه الناس، اما تطلع قدم عفايات. اذا ما تقدر تدير ملف الصحه في البصره اطلع باعتبار الصحه انغزت بالتلوث البيئي وانغزت بالفشل الكلوي. عجيب، اللي يدخل على رنين 3 سنوات ثلاث اشهر، يدخل على مفراش شهرين، يدخل على ناظور شهر، تحاليل متوقفه، ماكو مواد بالمؤسسات الحكوميه، نطلع برا كل شيء موجود. وانت نفسك سيد مدير عام صحه البصره تمتلك سونار ومفراش ورنين، وان ما يجيب لك سونار من الاطباء تعاقبه تنقله تودي له قضيه النواحي. خلونا ثابتين، ما ندرج الحاجة كلها، كافاكم استهتار بحقوق الناس. خلونا نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات اللي وردت بشأن هاي المقاطع في موقع فيسبوك. رحيم يقول: حقيقة مستغربين من موقف محافظ البصرة تجاه الواقع الصحي في المحافظة، أبد ليس له أي دور أو فعالية، بل متجاهل القطاع الصحي في البصرة وتارك الجمل بما حمل، بل لن نراه يوما قام بزيارة إلى مستشفى أو مؤسسة صحية. الواقع الصحي بالبصرة مزري. الحاج كمال يقول: نقول لمدير صحة البصرة إذا لديكم واقع صحي جيد متكامل فلماذا لم تقبلوا بالنقد الإعلامي وبيان وضع المتردي؟ وأقول لكم تحتاج البصرة إلى العديد من المستشفيات والمراكز الصحية للعلم. أبو شهرام يقول: أصبحت الوزارات والدوائر هي مجرد مقاطعات وملكيات خاصة. وتعليق من محمد يقول: حكم الفاسدين لا زال جاثما على صدور أو على صدر العراق. طيب خلونا نسمع رأي السيد أبو عمار من النجف. تفضل يا أبو عمار، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أخاصك من محافظة النجف. نعم. بال2019 بيان المظاهرات راح ابن بيها. نعم. وناشدت الحكومة اللي كانت موجودة. سويت مناشدة لرئيس الوزراء السابق، مناشدة لوزير الداخلية، البعض زيدان ذاك الوقت، ما حد استجاب لي. ولحد الآن أنا قضيتي وابني لحد الآن ما لاقي، وهاي سيارته لزمتها أنا بيدي بالسيمانية وجبته لهنا للنجف، ولحد الآن ما لاقي جثة ابني ولا لاقي ابني، وهاي السيارة لحد الآن مكافحة الإرهاب موجودة والدعوة لحد الآن موجودة. سؤالي بس عندي سؤال. أبو عمار، أنت تأكدت من وفاة ابنك؟ ابني خافضني ابو السليمانيه، قال لي ابنك، قال لي سيارتك هاي قاعد تستخدم بالسليمانيه، يريدون يبيعوها هذول اثنين من اهل النجف. طيب. تحركت عليها انا والولد اللي جمعناهم خلال يومين. ماشي. من بعد اليومين صارت كورونا. طيب. بعد كورونا بقوا سنة هناك، جابتهم الحكومة بعمل وزير الداخلية السابق. نعم. الغانمي. جابوهم للنجف. الحكمة والجماعة سرقة شلون؟ الجثة وين؟ الولد وين؟ لحد الآن لما شدت ورجعت اشتكيت. نعم. ورجعت سويت مو هو هذا 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 اللي سالتك بيه يا ابو عمار، انت ابنك متاكد انه توفى لو معتقل ومغيب؟ لا، ابني هم يوقف بباب المظاهرات، عنده سياره على باب الله. على راسي يا ابو عمار، ارجع واقول لك، انت اذا ما شفت جثه، اجاك خبر مؤكد بانه هذا الولد توفى قتل لو هو تم تغييبه واعتقاله، انت ما عندك معلومه اكيده الى الان؟ انا معلومتي عن دول هم اغلوه من المظاهرات، اغلوه هو من مكان المظاهرات. طيب. دول الاثنين اغلوه وقتلوه وخذوا جثته، بس الطريقه طلعوا فيها مثل شلون طلعوهم، يعني طلعوهم احنا ناس ما. طيب من هم هذول يعني؟ قدرتوا توصلوا لهم؟ تعرفون من هم هذول؟
قال مو قاعد اقول لك اني قضيتي الحق صار باطل والباطل نعم. صار حق. طيب يعني قضيتي اني ضيعوها وضيعوا دم المسلم ضيعوا دم المسلم يعني ذول يشتغلون بالاحجام يشتغلون عندهم معارف وعندهم واحد عندهم بالاستخبارات يا استخبارات مكتب مكافحة إجرام مركز الكرام مركز السلام هذا واحد منهم يعني الحكومة يا أبو عمار الحكومة وأجهزتها نعم. وأدواتها هم اللي سووا بابنك اللي سووا سواء قتلوه أو أخفوه يعني أنا من أقول لك يعني أنا قضية مغيب ابني لحد الآن ما أعرف أنا أنت ما أعرف نعم لحد الآن ما أعرف يعني عدل ميت مقتول بس أنا الأدربي هم ذول أخذوهم حكي شهود عليهم طيب. بس شهود بس تمام خليني أسألك يا أبو عمار أنت عندك ماشي أنا أطلب من عندكم مناشدة الوزير الداخلية بار زيدان الرئيس الوزراء نعم أنا بس عندي سؤال لك يا أبو عمار أنت عندك شهود نعم على عندك شهود على ذول الاثنين اللي خطفوا ابنك سواء اعتقلوه أو قتلوه نعم عندك يعني نعم. عندك إثبات ودليل طيب قدمت شكوى رسمية هل استجابت الحكومة هل كان اكو تجاوب وياك ويا قضيتك شفت تحرك ايجابي تجاه موضوعك حسيت باي نوع من النوع الاهتمام الحكومي التحرك مالي من صارت الدعوة بال 2021 ما حد جاوب يعني قال عمم نعم هاي بعد هذول بحوجتهم السيارة وذولا واحد انحكم اربع سنوات واحد انحكم ثلاث سنوات رجعت مرة ثانية اشتكيت وشكوتي صارت من 9 أشهر نعم ولحد الان الفقير الى امره يعني انا وين اروح انا هسه؟ نعم لا شفت ما اقدر اوصل الا نوصل شلون اوصل؟ ان شاء الله توصل من عشتك لا عد لا عندي واحد لا عندي ان شاء رجال فقير قاعد ببيت لا اقدر اوصل البيت الداخلي لا اقدر اوصل الفاخ زيد سويت ثلاث مرات مقابله الوزير الفاخ زيد الربط واكو اطراف ربطها نعم طيب ربطها اطراف اشكرك ابو عمار انا اشكرك طبعا وان شاء الله رسالتك وصوتك ومناشدتك تصل الى من يهمه الامر والى من يسمع هذه المناشده فاق زيدان وغيره من المسؤولين مفاضين للمواطن العراقي يا ابو عمار مفاضين للمواطن العراقي والمشاكل والهمومه اللي هي تقع في صلب وصميم مسؤوليتهم واختصاصهم فاق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى تمام القضاء الاعلى يعني مسؤول عن المحاكم ومسؤول عن القضاة وكذا لكن ويا من تحكي ويا من تسولف اذا هم ذولا تحت اشرافهم وامام انظارهم دا يدخل البريء الى المعتقل بتهمة الارهاب ويحكم بل يعدم احيانا في بعض الحالات وهو ما مسوي شيء او ما يعرف اصلا ليش دخل الى المعتقل الله يكون بعونك وان شاء الله ابنك يكون على قيد الحياة يا ابو عمار لا تفقد الامل باذن الله ويانا منو السيد ابو ادم من كركوك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي مناشدة عبر قناتكم بشي توصل تفضل على أجود سمعوا الإخبار على قانون قرار سلم الرواتب نعم أبو آدم أبو آدم بس لو سمحت نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون نص ايه نعم عفوا
قانون سلم الرواتب، يعني اكو موظفين تاخذ يعني بوزاره النفط رواتب عاليه، واكو نفس الشهاده ياخذ قاتل متدني. يعني احنا نطالب الوزاره الحكومه انه تسوي رواتبنا سويه، وهذا المطلب يعني جماهيري المحافظات كلها جاءت طالب به. نعم. فبل شيء يعني صوتنا يصل ان شاء الله هذا وداعون فهذا انتم ان شاء الله همين على قانون اقرار سلم الرواتب. نعم. ان شاء الله يا ابو ادم، ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا سيد ابو ادم، ان شاء الله هذه المناشده توصل. مثل ما خرجوا العراقيين اعداد كثيره طلعت في محافظات عراقيه مختلفه طالبوا بتعديل سلم الرواتب، ان شاء الله تتحقق هذه المطالب بالنسبه لكم يا ابو ادم. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام وننتقل الى موضوع ثاني بحلقتنا لهذا اليوم. اشتكى ناشط من محافظة ميسان أو في محافظة ميسان من واقع المدارس أو مدرسة أبناء العراق بالتحديد في حي الرحمة داخل مدينة العمارة، وطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الطلبة اللي يعانون من تهالك وإهمال مدرستهم بشكل واضح. خلونا نشوف. وزير التربية المحترم، هاي المدرسة بالعمارة، هاي بالعمارة، أنا أريد من عندك دقيقتين تغمض عينك وتتخيل أولادك بهاي المدرسة، دقيقتين تغمض عينك وتتخيل أولادك بهاي المدرسة. المدرسة عبارة عن كرفانات بالعمارة، العمارة أغنى محافظة بالعالم، أغنى محافظة بالعالم اللي طايفة على بحر من نفط. هاي المدرسة كرفانات، شوف وضع الطلاب بيها، شلون اسم اسمها وشلون المنطقة اسم اسمها، اسمها مدرسة أبناء العراق حي الرحمة. ليش؟ ليش ذولا أولادنا وأطفالنا تاليهم بهيج مدارس؟ ليش؟ مستمرون مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام بمقطع آخر، يتحدث الناشط عن معاناة طلبة المدارس بسبب سوء الطرق المؤدية إلى مدارسهم ورداءتها بناحية النهروان جنوب العاصمة بغداد. خلونا نشوف. بس شوفوا شوفوا ذول الطلاب بالابتدائية شلون يروحون يجون للمدرسة، القرآن عليكم. بس شوفوا هاي بالنهروان، بالنهروان مدارس هنا ابتدائيات، من ضمنهن ابتدائية غريب طوسي، اسمها غريب طوسي، هذا بالنهروان. شوفوا هذا الشارع هسه مو مطر، مو مطر، مو مطر، يعني من تمطر كارثة، يعني إلا يصعدون على الحيطان الطلاب. وحق الله من أشوف هيك فيديوهات على أطفالنا بالقرآن، بالقرآن إلا قلبي يتقطع. أقول ليش ليش ليش، شنو السبب؟ ليش ذولا؟ ليش مو حرامات؟ ليش يعني تسوون مقرنص على على خط سريع تطبقون به آلاف الأمتار، وهاي شوارع هيك يروحوا يجون الطلاب؟ باعوا المنظر، باعوا المنظر، باعوا. يلا الفيديو دقيقة، الفيديو دقيقة، بس يدمرك دمار إذا مطرت شلون يروحون يجون ذولا. يلا هاي عود، هذا بدون مطر، هاي صارت كم يوم صاحية بدون مطر، شنو ذنبهم ذولا الأطفال؟ شنو ذنبهم ويا الحائط يروحون يجون لكم؟ ليش ليش؟ نتابع تعليقات مشاهدينا اللي وردت بشأن هذه المقاطع. سامي يقول عفية خوش انتخابات، هاي صرفوه على انتخابات يبنون بيها، هذا اللي صرفوه على الانتخابات يبنون بيه ألف مدرسة. حيدر يقول مدرسة متهالكة وقديمة يجب الهدم وإعادة البناء وفق الطراز الحديث. عندنا تعليق من أبو إسلام يقول هاي الدعاية الانتخابية صرفت ملايين الدولارات، لو بانين مدارس مو أفضل؟ لكن بلد منهوب وضمير مسلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وحيدر يقول هذا حكم اللصوص والسفل اللي حكموا البلد 20 سنة، سرقات ونهب وسلب وتدمير للتعليم وجميع القطاعات في الحياة. ويانا السيد أبو مهند من واسط، تفضل يا أبو مهند حياك الله. أنا من واسط مرحبا الحي. نعم. تعرضت بشكل مسلح 1/4/2022. نعم. عليه مسلحين زي عسكري ملتمين، عندهم سلاح مسلحين مسدسات كلوك، وواحد عنده الصفمه نايم بالاستقبال طبهم عليه.
نعم. كان قال احنا هم الحاسد جايين على ابنك مهند. بس لحظه لحظه، على كيف على كيف ابو مهند كلامك، علي صوتك ابو مهند تسمعني؟ ايه تسمعني؟ ايه اسمعك. طيب ابو مهند على كيف؟ اسمعك. على كيفك وحده وحده، اذا مشغل التلفزيون نصي واحكي لي وحده وحده، لانه داخلت المعلومات وما بدي افتهم عليك بالضبط. تفضل. انا باسط بغضاء الحي. نعم. تعرضت السطو مسلح 1/4 سنة 2022، قبضوا علي مسلحين 5. سألت المشرف يوم قال احنا جايين على ابنك مهند. المستجر من عده قال هو يداوم بالحشد، قلت له هو يداوم بالحشد. قال احنا جايين علي باخذ تحفيات ما ادري شنو، قلت له هو ما موجود هنا. قال وين؟ قلت له انا بالزياره بكربله مأجر حتى تفتي. قال يا اخي انا مطبق مفتش البيت. قلت له متفضل مطبق مفتش يوم البيت، اخذهم طلع عم الفلوس السلاح الذهب. قالوا احنا راح نفتش بيت اخوك. قلت له ما تفضلهم انت دوله وفتشوا، فتشوا يوم الحاصل وخدموا الموبايلات مال العائله كلها، عندنا 5 موبايلات كلهم اخذوهم. نعم. والله فتشهم طلعوا الفلوس والذهب، طلعوا على صفحه، قال سدم علينا بطرفة ابني، قال راح نطب البيت اخوك الفتش. والله صدق اخذ ماكو ربع ساعه طلع ويانا اخوه، قال فين السياره يمك الهوسه؟ قلت والله مو يوم طبهم عليك فتشوا، قال لا احنا فتشوا. كان سياره واحده مشت توها مش تتحرك. نعم. قلت كان اخوك شلون؟ قال هذول عصابه طالبه عليه. اجى الملابس مطشره، السياره هوسه البيت مسوي. قال هاي عصابه طالبه عليه، قلت عم دوله وراحوا يفتشون، قال التفتيش على البيوت. قال لا عمو هاي عصابه مو لا حكومه ولا. طيب انت شلون تاكدت انه ذول عصابه مو حكومه؟ هم انت قلت هم يرتدون الزي الحكومي والسيارات المستخدميها زي عسكري والسيارات المستخدميها سيارات حكوميه؟ لا سياره سوداء جكساره 2003 جكساره سوداء. شفتها الكاميرا شويه مال مقدم حيدر يمنا صبح المكافحه من طلعت شافت اكو كاميرات، شافهم السياره من طابه صار لها ربع ساعه من طابه وطلع علينا بالليل الساعه 2 بالليل. نعم. والمكافحه اخذهم الارقام مال الموبايلات وظلت 20 يوم. السياره ما بها ارقام كانت؟ ما بها ارقام؟ لا السياره بعيده عن الكاميرا ما في شويه. تمام. ابنك عنده عداوات ويا احد يا ابو مهند؟ لا كل عداوات ما عاد. يعني ممكن يكون شخص هو عنده مشكله وياه يريد ينتقم مثلا او شيء؟ انا اقول لك هو ادى بالاليات بالحشد. نعم. يقول بالاليات، يقول الحشد يقول بالاليات بالفلوس التصميم. يقول هو صارت كثيره علي. مسؤول الاليات، مسؤول اليات الحشد يبوق وابنك يعني راصد هاي السرقات؟ ابني يصنح بس الضابط اللي يجي يضابط وصولات، يقول انا اجيب له وصولات وهو اسمه السلعه يسويها ب 500 يسويها بمليون. نعم هذا مسؤول اليات الحشد. نعم. ما هاي تتوقع مسؤول اليات الحشد لما عرف انه ابنك دي يشوف السرقات حب انه ينتقم منه مثلا او يؤذيه؟ اي طبعا. وحتى نعم. فصلوه من الحشد، ابن فصلوه من الحشد. نعم. بس يقول شفنا، ويقول احنا على مود عيشتنا، يقول والله يقول بس تصلح، يقول والسلام. ليش ما بلغ؟ عندي سؤال يا ابو مهند. ابنك ليش ما بلغ قيادات الحشد انه عندكم يابا ترى مسؤول الاليات هذا واحد حرامي ايده طويله؟ ليش ما سوى هذا الشيء؟ هم راح كنت يقول عندنا عرف كل الامن والضابط وكيف ما يقول كلها علاقه ويا الضابط. نعم. يقول دبوها كلها براس. نعم. لما راح للجهه الاعلى، لما راح يشتكي للجهه الاعلى بالحشد، يعني سووا تحالف عليه ويا هذا الحرامي وذبوها براس ابنك. اي براس ابنك، فصلوه من الحشد فصلوه. بس هسه احنا ما علينا، هسه ابني تحت ابني حتى لو لا مو هذا الشيء، هذا مربوط شيء مربوط بشيء. انا ليش بدي اسالك؟ لانه اذا اكو عداوات او خلافات قد تؤدي الى ان هم ذولا يجون لبيتكم، والا ليش انتم بالذات؟ والله انا
والله بس احنا لاول مره منطقه يكتبوها بس احنا يستهدفونا بس احنا يجون. نعم وهذا الشيء اللي يدفعني اسالك هل عنده مشكله او عداوه؟ لان لو حاله عامه كان قلنا انتم ضحايا مثل البقيه، لكن انتم تستهدفون اذا معناها اكو ابنك عنده فت خلاف او مشكله او فت قضيه معينه. وهسه الموبايلات من اشرت استاذ؟ من اشرت الموبايلات للزوم الحراميه؟ نعم جابوها من المكافحه ماكو الى اليوم وطلعوه. ليش طلعوهم؟ واحد يدفع على واحد. ليش طلعوهم؟ يعني محامي يعطي دفتر ما في ليله بيوم يطلع. نعم. وياهم اخو شهيد العتابي لا تعرفه، هذا يطلع بالمعمم اللي يطلع بال اي يطلع يشرى على ال... اي هذا اخو اسمه حسين يبيع موبايلات بالسوق. احترف عليه الحرام وقال له انت انا اشتريت من عندك الموبايل، انا اشتريته من السوق. سالته هذا اخو حسين العتابي قلت له عمو صحيح انت بايع عليه موبايل؟ قال لي انا بايع عليه موبايل بس قبل سنه مو انت 20 يوم هاي صارت شغله مالته. قلت له عمو انا 20 يوم ولزم الموبايلات. قال تعمل الموبايل عندهم الموبايلات. نعم نعم. قلت له سالفه بعدهم وطلعوهم ودور اشتكى علي الحرام واشتكى على مرت ابني. يقول مرت ابنك هددتني تقول لي لو تعطينا 10 ملايين طيب. أبو مهند أنا أشكرك يا أبو مهند على كل اللي تفضلت به، الله يكون بعونكم ويعوضكم خير على اللي راح منكم إن شاء الله، المال الحلال ما يضيع. أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، بس حقيقة اللي تفضل به الأخ أبو مهند به تفاصيل يعني خطيرة ومهمة أنه هي تسمع من والد أحد المنتسبين ضمن الحشد ضمن هذه الميليشيات الموجودة في العراق. يعني صحيح أنه هو مو جوهر الموضوع، لكن أيضا لما سألناه للسيد أبو مهند هل توجد عداوة أو مشكلة، تحدث عن جزئية تتعلق بوجود مسؤول آليات الحشد إيده طويلة، واحد حرامي مختلس. لما راح هذا الولد مهند لما رصد حاله، ويبدو من كلام أبو مهند أنه ابنه عنده ضمير وحريص على مال الدولة، لأنه بالنهاية الحشد هاي الفلوس اللي يصرفها هي المال العام، هي أموال العراقيين. لما شاف أنه أكو بوق وسرقات راح اشتكى للقيادات الأعلى من هذا المسؤول، مسؤول الآليات، راح إلى الفئة الأعلى. الفئة الأعلى أيضا طلعت ويا الحرامي واقفين ومتحالفين مع اللصوص ومع المرتشين ومع الفاسدين، وسووا حملة على مهند وذبوها براسه وطلعوه هو المذنب وفصلوه من الحشد. ليش؟ لأن مهند شاف حالة سلبية، شاف فساد وسرقات داخل هذه المؤسسة اللي يقولون عليها المقدسة، بوق وحرامية وسلابة ومرتشين ويتلعبون بالفلوس ويبقون المال العام، ويقول لك احنا المقاومة الشريفة. لما راح للقيادات يشتكي قالوا له لا انت يا مواطن، انت يا منتسب يلي شفت الخطأ وتريد تشتكي انت الحرامي، اطلع مفصول. حتى شنو مسؤول الآليات يظل يزور بالأوراق الرسمية بالوصولات حتى يترس جيوبه وجيوب القيادات اللي حمته اللي وفرت له الحماية لما واحد مثل مهند شافه هذا الحشد. ويانا أبو علي من الديوانية، تفضل أبو علي. فقدنا الاتصال، خلونا نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع. نوصل إلى مشكلة حقيقية يعاني منها المواطن العراقي بشكل مستمر واللي هي الغرامات المرورية. خلونا نشوف هاي الغرامة، هاي حقيقة كارثة. هذا المقطع اللي حتشوفوه مصيبة، ولكن لا يوجد غريب في العراق. مواطن عراقي اشتكى من تسجيل غرامة مرورية ضده بمبلغ 50,000 دينار عراقي، لكن لما أخذ الوصل وشاف الوصل لم يجد فيه أي إيضاح لنوع المخالفة، لطبيعة المخالفة، لتسمية أو توصيف لهذه المخالفة. اكتفى بالشرط المرور اللي حرر المخالفة بكتابة بشهادتي أو بمشاهدتي تمت المخالفة بمشاهدتي. طيب خلونا نشوف ونسمع ما الذي قاله هذا المواطن. مصيبة، أي نعم، من هاي المجسرات هنا عندنا وصل غرامة ب50,000 من المفوض المرور حاكم عبد المحسن، قصل السيارة وكاتب في مشاهدتي، في مشاهدتك لا نوع الخلافة شنو؟ العفو المخالفة، وين المخالفة بالموضوع؟ مشاهدتك هي تثبت انت حاسوب، انت منو؟
على مود يثقبك المرور ومديريه المرور في مشاهدتك. زين في حقي وين كمواطن عراقي حقي بهذا الوصل قصيتي 50,000 ريال يا ناس يا عالم لوين يوصل بينا بعد؟ مو كافي والله والله كافي. او يا الشوارع كانت ترضعها محفره، انت جاي تحاسب فقير يناقله ب 504 دينار، تقص له وصله ب 50,000. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مدير المرور في مش يا وزير الداخليه في مشاهده عمي، شنو في مشاهدته؟ وين تاكل هاي؟ بيا قانون بيا دوله. الله اكبر. نكمل مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع. مواطن أو مواطنون تحدثوا وهم من محافظة واسط، تحدثوا عن ظاهرة تسجيل الغرامات المرورية وبدون أسباب حقيقية تذكر. منهم من قال بأنه بعض الغرامات تكون بعنوان عدم الامتثال لإشارة المرور، في حين بأنه إشارة المرور هذه التي أخذ عليها الغرامة عاطلة أو معطلة ولا تعمل. خلونا نشوف الحقيقة. أنا المشكلة اللي صارت عندي فريدة من نوعها، خل أقول أو صارت رائجة هذه الأيام. يعني أني تأخذ علي غرامة في مكان يقول عدم امتثالك إلى إشارة المرور في ساحة لا يوجد فيها إشارة مرور. وين بالضبط؟ ساحة تموز. الكل يعرف بأن ساحة تموز في محافظة واسط لا يوجد فيها إشارة مرور. كاتبين في الوصل كاتبين عدم امتثالك، عدم الامتثال هذا الوصل، عدم الامتثال إلى إشارة المرور في ساحة تموز. ساحة تموز للعلم، وساحة تموز طبعا هي ما بها إشارة مرورية، ما بها إشارة مرورية. عليك نعم. السلام نعم. للعلم حقيقة حتى العفو نعم. للعلم يعني حتى إذا أكو مرور يقول مثلا وهذا يوقفك المرور، ها بالمناسبة يعني يقول إذا حرام لا صير من السلطان لا تخاف. نعم. أنا الصبح أجي بيتنا بالزهراء، أجي من الزهراء ودوامي بالمحافظة، يعني حتى إذا أريد أنا أجي إحنا هذا السايد يفتحونا إن المرور. يعني هل من المعقول واحد يقول لك يابا امشي أنت سير المرور يسيرك، وواحد يقص لك وصل؟ يعني شو ناصبين جزوة مثلا؟ أي تصوير أو أي حجة علي ماكو. لقيت بس الوصل علي 400,000. حقيقة 400,000 كلش مبلغ كبير. يعني أنا راتبي 500 أعطي 400 بيش أعيش؟ دعونا نشوف سريعا التعليقات بشأن هذه المقاطع. عندنا تعليق من باسم يقول يوجد فساد في دائرة المرور وفي كل أقسامه ضباط ومراتب. تعليق عندنا من عبد المهيمن يقول أنا هسه علي 200,000 بموقع الغرامات، بس أنا ما مرتكب مخالفة وقاصي لي إياه هيجي خباثة، يريد يخلص الوصولات مالته قبل انتهاء السنة مال العام. طيب عباس يقول ليش تفرضون غرامات وهي الشوارع كلها محفرة؟ ما تنتبهون على الشوارع مثل ما تنتبهون للمخالفات؟ طيب السعد يقول حجم الفساد في مديرية المرور العامة بكل دوائرها من 2003 وإلى الآن يفوق كل التوقعات، والمصيبة أن هيئة النزاهة لم تستطع التقرب من قريب أو من بعيد من هذا الملف. خلوني أسمع رأي السيد أبو علي من الديوانية سريعا. تفضل يا أبو علي باختصار. أبو علي بلا زحمة عليك لأن الوقت ضيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي نعتب على دول الباعة وضمائرهم 50,000 أصواتهم. نعم. أنتم بعتوا أصواتكم على دولة فاشلة من فشل إلى فشل، وراح تتمدد 4 سنوات ينامون على قلوبنا الفازين. نعم. أنتم مسؤولين أمام الله، المرة مو الحكومة مسؤولة أمام الله، أنتم المسؤولين أمام الله اللي بعتوا 50,000 و25,000 بعتوا الأصوات. نعم. الدولة من فشل إلى فشل، لا مدارس لا صحة لا رعاية، والدول خلصت الانتخابات صح علينا بالضرائب المرور الضرائب الكهرباء ضرائب الماء. يعني دولة تريد تهجر الشعب، شلون صدام كان لما تروح للجيش الشعبي تنقتل هجر الشعب. هذول هجروا الشعب بس غير اسلوب جديد، باسلوب الضرائب واسلوب التهجير الخارج العراق. هذا مو خطر يا عمار والله العظيم. هاي انا بيلمكم هذا الشيء معلمكم، كنتم بشر حيوانات. نعم اشكرك ابو علي واعتذر منك لان الوقت يداهمنا. نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
استاذ العزيز، هاي الناس ما طلعت تسولف مثل ابو علي وغير ابو علي، يروح يفتر ويرجع على صدام. عم يحكولي على هذا الوضع الموجود هسه. دينتقد ابو عبد الله، بس عبر لي هاي الجزئيه بلا زحمه عليك. انا اسمعني حبيبي اي قاضي مرتشي، وزير دائره مرتشي، نعم. مرور مرتشي، كلها مرتشي. عمي احكولي على هذا الوضع هسه، دمر الدنيا. نعم. تجي شغلات مال كهرباء، ورقه مال كهرباء تجيك بمليون، وانت مصارف ب50,000. شلون احكي لي هيك سولفي؟ نعم. سولف على هذا الوضع، هذاك شيء راح ولا انتهى؟ هو ارجع واقول لك يا ابو عبد الله، بس انطيني مجال بلا زحمه. الرجل هو انت ممكن ما تذكر اول اتصال شارك به ابو علي، كان وياي بالتحديد، ودخل والرجل قال انا ما احبكم وانتم قناه كذا وكذا. لما شوي بدينا نشرح له الوضع وبدينا نفهمه اللي دا يصير، الرجل اقتنع ووثق بما تطرح القناه ومشى على هذا الاقتناع، انه احنا اللي دا نعرض الحقيقه. ذولا فاسدين، مجموعه من اللصوص دمروا البلد. هو عنده قناعة بأنه صدام حسين دمر البلد وهجر الناس وذبح العالم. أكو مثله أيضا جزء مو قليل هواية من العراقيين. يا عم بس نعم بس قصدي الرجل دي يحكي على الماضي ودي يحكي على الحاضر، يعني هو ما دي يمجد طرف على حساب طرف. احنا نريد الحاضر ماكو اللي يسوي. نعم. لك ماكو. نعم. يسوي لك الدنيا حلوة. الدنيا حلوة وين؟ بالشارع المكسر ويقط لك غرامة من تروح على المرور وطلع إجازة أو طلع ثانوية ثانوية. يقول لك ما طرق وجسور، يعني هاي الجباية وين عفروت؟ نعم. الضرائب وين عفروت؟ احكي لي على هال. نعم. صحيح. وجهة نظرك سليمة وتحترم سيد أبو عبد الله من صلاح الدين، أشكر حضرتك. طبعا كلام سليم، ما مضى بعد 2003 هو الواقع، هو الحالي اللي احنا دا نعيشه. 2003 واللي قبلها صدام حسين ونظامه، له ما له وعليه ما عليه، وذهب ورحل وانتهى، وطلع اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة، واجوا الامريكان قصوا جذور النظام السابق واقتلعوها، وما بقى اي اثر لصدام حسين ونظامه. انتم من 2003 الى اليوم تحكمون، ايش قدمتوا؟ المفروض الانتقاد يكون ل 2003 وما بعدها، لانه اللي مضى خلص راح وانتهى. كلام سليم. خلونا بس ننتقل الى الموضوع الاخير مشاهدينا الكرام، واللي نربطه ويا سالفه الغرامات المروريه اللي مستمره وبشكل عشوائي وغير منظم من قبل دائرة المرور أو دوائر المرور في العراق. ملف الطرق والجسور، ناشط من محافظة النجف اشتكى من سوء الخدمات وتهالك الطرق وعدم اهتمام الجهات الحكومية ببناء الجسور لحل مشكلة الطرق في المحافظة. وتحدث الناشط عن وجود جسر واحد في ناحية العباسية بمحافظة النجف، وهو الآن مغلق لأعمال الصيانة، واللي يتسبب عرقلة وصول الموظفين والطلاب والحالات الطارئة. خلونا نشوف. جسر العباسي ابشركم بالانقطاع مالته بعد 3 ايام او 4 ايام او اقل. احنا نريد نخليه هذا عبره، قطعه الجسر هاي عبره. بعد يومين همين لا سامح الله وصار فتشيله للجسر هم ينقطع. هاي المنطقه بعد ما تقدر تعبر للمستشفى، الكاسب ما يقدر يروح الشغله، الطالب ما يقدر يروح المدرسته. 8 مكاتب ما ادري ايش قد والله تيهت به نحسب بمجالس النواب، وان شاء الله بعد مجالس المحافظات عندنا العباسية. بس هذا الجسر بيها زين انقطع مثل ما قاعد تشوفون لغرض الصيانة. المريض اللي يريد نشوفه يعبر للمستشفى شلون؟ اللي يريد يروح الطالب للمدرسة شلون؟ لو احنا العباسية بس مجرد متروسة مجالس نواب مكاتب. والله 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 مو صوتكم، صوت الناس اللوقية اللي قاعد تطبل لكم قسما برب العباد. جسر اللي هو مرتسم من زمن صدام لحد الآن ماكو واحد بيه خير، وواحد نشمي اشتغل لوجه الله وطلع هذا الجسر من زمن صدام. جسر للعباسية من زمان. هاي الطلاب اللي يشوفوها، المريض ما يقدر يعبر. أبشركم قلت لكم الجسر راح يستمر انقطاعه بعد 3 أيام أو 4 أيام. بس والله مو صوتكم، صوت هاي اللوقية اللي قاعد تتلوق للمسؤول وقاعد تطبله. 8 مكاتب ما أدري 6 مكاتب بالعباسية. جسر ثاني ما دبرته الى متى؟ كاف عيب، هذا حقنا. هذا الكاتب اللي قاعد يشوفه يعبر ما اله طريق يعبر به. المريض اذا يريد يروح للمستشفى ماكو همين. كافي، الى متى؟ ما تقولوا لي الى متى؟ عباسيه صارت اكبر من قضاء الكوفه، بيها جسر واحد، حريه تريد تعبر ما تقدر، طلاب يردون يروحون للكليه ما يقدرون. كافي، اصحوا ضميركم، الغلط قولوا غلط. علي من انتم تارسين مجالس نواب وجدتم مجالس محافظات وانتم العباسية بس بها جسر؟ انتهت دورة مالتكم، انتهت.
كافي ضحكون عليكم بس كتب، ما بقى الا القليل وتطلعون شو اللي سويتوا للعباسيه. ما تقولوا لي كافي، الغلط خنقول عليه غلط، الصح خنقول عليه صح. ست مكاتب مجالس نواب موجوده بالعباسيه، جسر ثاني ما طلعتوه. وبهذا نصل مشاهدينا الكرام الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.